عايز ابدأ مع حضراتكم في السماء، عشان احنا قلنا اختراع النهارده، فناخد بالنا شويه من اللي هيحصل والتركيبات عامله ايه والحكايه ماشيه ازاي وايه الموضوع. السمان هو نوع من انواع الطيور الجميله، لطيف جدا. في بعض الناس كانت زمان بتقلق منه، يقول لك اصل بيبقى زفر. ليه يا جماعه زفر؟ يقول لك اصل هو دايما السمان بياكل، احيانا بياكل سمك. ده بالنسبه للسمان البلدي او لانواع السمان اللي هي بتبقى في بعض الاوقات وفي بعض الاماكن وبتبقى ليها طريقه في صيدها وتركيبه كده. مؤخرا من فتره كبيره جدا في مصر بقى في مزارع سمان، فمزارع السمان دي بقت بتعلف او بتاكل كل الطيور السمان زي اكل الحمام وكمان الفراخ، فبدات المرعى مختلفه شويه او طعم الاكل بقى مختلف شويه، وبالتالي يطلع نوع اللحم او ريحه اللحم او تيست السمان زيه غالبا زي بقيه الطيور. فالمقصود من الكلام ما تقلقوش من موضوع السمان، بالعكس في لحم اكتر من الحمام. انا شخصيا بحب السمان جدا وليه معايا يعني كذا طعم، باكله ساعات مشوي، هعمله كمان في ورقه زبده، باكله ليه كذا طريقه. وكمان في محافظات، في محافظه الجيزه بالاخص، كان منطقه كده منهم كرداسه والهرم اكيدت سمان جدا، خدوا بالكم. ففي سمان منتشر كتير جدا، عايزين بقى نقرب شويه الحاجات اللي احنا ما بناكلهاش كتير. بعد المقدمه الكبيره العظيمه دي هنعمل ايه في السمان؟ بص بقى، شايف البوله الفاضيه دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هجيب عندي معلقه صغيره وتعالوا نعمل تتبيله حلوه لطيفه كده جديده. اول حاجه عندي، جايب عندي معلقه من الفلفل الاحمر المجروش، عارفينه؟ فلفل احمر مجروش، شطه، تمام. وعندي كمان معلقه زعتر مجروش، معلقه كبيره، خدت بالك؟ وعندي كمان نص معلقه مرمريه اعشاب من عند العطار، بدويه شويه، اعشاب بتبقى ليها ريحه حلوه كويس جدا. وريحتها الحلوه دي كمان بيحطوها اخواتنا العرب والبدو في سينا، بيحطوها كمان في الشاي كتير جدا، بتتشرب بلا طعم. نص معلقه، ولو عندي زعتر فريش ماشي، ما عنديش مش فارق عندي. حلو الكلام. طيب عندي كمان فنجان خل عنب، ماشي الكلام. وعندي كمان نص كوباية من مية البصل، ونص كوباية من مية الطماطم، تمام الكلام لحد كده. وعندي معلقة من الثوم الفريش المفروم، معلقة كبيرة، حلوة كده، ماشي الكلام. وهجيب عندي كمان سنة زيت عادي، عباد شمس أو ذرة كده اهو، كمان حبة عشان يبقى معايا طري ما بقاش ناشف. وكمان عندي حبة خل عادي، وهجيب عندي كمان ليمون فريش بس متقطع. بص كده، شايف الليمون ده اهو، السلايد ليمونة. هجيب عندي السكينة وهقطع الليمونة كده اهو، شوف بعمل ايه بالقشر بتاعها، شوف بفرم الليمون او بقطعه على اربع تربع بالصفار بشوية اهو، شوف الكلام بقى هنا اهو، حلو الكلام لحد كده، كلام جميل. ادي كمان بقى بالمضرب بتاعي، واجيب لو حبيت كمان معلقة صغيرة، واجيب عندي كده سن البابريكا تديها لون محمر شوية اهي، يبقى البابريكا، وحط بقى بالمرة الملح عشان ما ننساش، معلقة ملح حلوة كده. ولو حابين نحط حبة هان على ورق الغار، جربوا الطريقة دي معلش، اختراع جديد، حبة هان على ورق الغار على جوزة الطيب، وتقليبة حلوة بقى كده، وخلاص كفاية بهارات كتير. خلاص احنا بص الموضوع عامل ازاي، تتبيلة اسمعوا من اخوكم الحكاية وجربوها، ما تخسروش، مش تخسروا حاجة ان شاء الله. بص المنظر عامل ازاي، دي اختراعات اليوم، كنتش هعملها كده اصلا النهاردة، بس ايه الواحد جه الصبح قلنا لا، طب ما تيجي نعمل ايه على ايه مش عارف على ايه، فمشي الحال، فان شاء الله تيجي حضراتكم. بص منظر التتبيل عامل ازاي، عشان كده حبيت بس ابدا بيها مع حضراتكم الاول. واجيب عندي السمان زي ما حضراتكم شايفين، بص لحم السمان عامل ازاي، شوف شايف اللحم من جوه عامل ازاي، شوف ناعم جدا. وابدا اعمل كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم اهو، وابدا اتبل حاجتي واسيبها شويه براحتها خالص لحد ما شوياتي تسخن، بعد كده هبدا اشوي براحتي خالص. بص المنظر التتبيله اهو، سيبها قد ايه يا شيف؟ هسيبها والله نصايه ربعايه، ما عنديش مشاكل خالص. عايز اقول لكم مفاجاه بقى كمان، ان السمان ده حلاوته على الفحم، لما تيجي يوم كده يبقى مزاج حضراتكم رايقين، ونبعت نجيب جوزين ثلاثه سمان ونعملهم بالتتبيله دي، ونسيبها ساعه ساعه ونص، ونجيب الشوايه الصغيره، وبعد كده نجيب الشبكه الحلوه اللي كنا عارفينها، ونبدا نشوي. عايز اقول لكم هيبقى ليها طعم كويس جدا جدا. احنا بقى لنا كتير قوي مفتقدين
فكرة الشوي في البيت. شوي البلكونات بتاع زمان، لو حضراتكم تفتكروا أيام زمان، أو معرفش في دلوقتي يحصل ده ولا لأ الصراحة، بس كان الأول تلاقي الأب مع أولاده في البلكونة واقفين بحتة شواية كده لطيفة، واقفين بيشوي حتة الريشة أو حتة اللحمة، وكله بيساعد اللي بيعمل السلطة. الروح دي جميلة جدا، أتمنى يا رب تكون موجودة، ولو كانتش موجودة يعني نفتكرها تاني. حلو ده، ليه طعم حلو جدا. هتقول اللحمة بتتحرق، اللحمة مش عارف بيحصل لها إيه، الفراخ بيحصل لها، أقول لك والله في الأول وفي الآخر أحلى 100 مرة من مطعم. يعني هيبقى أكل البيت طبعا في كل الأحوال هو ليه طعم كويس جدا. طيب تعال ندخل السمان الفرن ونطلع فصل، إيه رأيكوا؟ من وقتي انت بتهددني. طب شفت الريش عامله ازاي؟ شفت الريش عامله ازاي؟ يلا يا باشا نقفل عشان وقتنا يبقى تمام. بص البصل بقى عامل ازاي، خدت بالك من البصلية؟ من وقتي. عندنا النهارده كمان تقرير متصور قبل الكورونا عشان بس نبقى واضحين، لان هتشوفوا اكيد في سلام برضه. احب اوضح واعيد وازيد، وبشكر والله اللي بينتقدني، لان اللي بينتقدني ده بيحبني مش بيكرهني. كل ان هو شايف حاجه ممكن تكون فيها قلق عليا او على غيري، فكتر خيرك، كتر خيركم طبعا انكم تقولوا لنا على كل. طيب هاجي اعمل ايه دلوقتي بقى؟ هقفل السمان اللطيف ده بالبصلايه الحلوه دي واحطها في الفرن. طب هقول لكم على حاجه احسن، سيبني شويه. بسم الله الرحمن الرحيم، السمان خلصان، بسم الله ما شاء الله. السمان عايزكم تجربوا الطريقه بتاعت النهارده دي. بص عامل ازاي بقى البصله بقت عامله ازاي. نعمل ايه بقى؟ نشيل بس كده ايه الاول دي. في بعض الناس، اكمل بقيه الجمله اللي كنت هقولها من شويه، يقول لك لا انا شيف ما اروحش للشيف واقول له علمني ولا قول لي. لا، هو انا ما بقولوش علمني، انا بقول له وريني، وري الناس، خلي الناس تعرف انت بتعمل ايه، طريقتك الحلوه دي ازاي، عشان مع احترامي ليك. المطعم ده مثلا في القاهره، واحد بتاع من منصوره النهارده بيتفرج على الحلقه دي ما جاش، ما يعرفش ايه اللي حصل، اهو خد معلومه جديده. واحد من اسكندريه شاف مطعم جديد في بورسعيد، اهو شاف. مش شرط تروح المطعم، انا عمري ما كنت بروح لمطعم وعندي هدف ان اروج المطعم ان يلا، لا خالص، حتى لو تاخدوا بالكم عمري ما قلتها. هدفي كله ايه؟ ان حضرتك وحضرتك تشوف ونعرف ونستمتع ونفهم الحكايه ماشيه فيها ايه. بص حبه البصل بتوعنا عاملين ازاي بقى؟ ريحه السمان النهارده. جربوا بس المقادير دي، واتمنى كمان زمايلي ينزلوها تاني لو امكن. معلش اختراع يا شباب النهارده، اختراع النهارده ده اول يوم نخترع طبق جديد، يعني التتبيله فيها اختراع بس، لكن السمان مش جديد طبعا، كل الناس بتعرف تعمل سمان كويس جدا طبعا. لكن فكره ان نحط الزعتر على المرمريه على الشطه دي، هتلاقي كمان سن سبايسي على زيت الزيتون على الحاجات دي، لا هتعجب حضراتكم جدا جدا ان شاء الله. ايه اللي مخليني واثق ان انا عارف ذوق الناس؟ زي حالاتي، ناس اكيله، بخلاف بقى شغل البرامج والحاجات دي، الناس عندنا في مصر ناس اكيله جدا جدا، واحنا عارفين الذوق عامل ازاي. بص الليمون المجروش ده تيستو عالي جدا جدا. تمام، بالهنا والشفا، ده ما ياخدش اي حاجه تانية خالص، خلاص على كده زي ما هو زي الفل جدا. نطلعه على طول على المائده. طبق سمان مشوي. نجيب بقى كمان اللي في الفرن نشوف اخبار الدنيا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم.